إحياء تحالف 30 مليون. هل المعنى ده حقيقي الآن؟ أنا شفت هذا المعنى مرتبط كمان بحديث السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية بالظبط. وإطلاق الحوار الوطني. والحوار الوطني موجه في الأساس لتحالف 30 يونيو بمختلف اتجاهاته السياسية، لأنه 30 يونيو كان يشمل التيار الرئيسي المصري اللي جواه اليسار واليمين والوسط والليبرالي ويسار الوسط وكل التنوعات السياسية، بالإضافة إلى المواطنين المصريين غير المنتمين هم الأبطال، لانتماءات سياسية، البطل الكبير الحقيقة. وبالتأكيد وهم المحرك الأساسي لنجاح هذا المشهد العظيم في 30 يونيو. ولذلك دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية وارتباط هذا الأمر كمان بحديثه في كلمته في الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، بيقول إن في مؤشر مهم جدا. هذا المؤشر أنا لمسته مرتين من قبل كده في لقاءين مختلفين بالسيد الرئيس. اللقاء الأول في 3 يوليو انه بدا الاجتماع مع الفريق الاول عبد الفتاح السيسي، مع الفريق الاول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه، القائد العام وزير الدفاع. نعم. حينما بدا الاجتماع بحديثه عن انه توجيه الشكر لكافه القيادات والقامات اللي حاضرين هذا الاجتماع، الا انه طلب ان يستمع الى الشباب اولا، وده كان مؤشر بالنسبه لي، حط جنبي علامة ماذا يعني قيمة الاستماع إلى الشباب مصر في هذا اليوم الجليل. ده مؤشر عن ماذا، كيف تفكر أو كيف يفكر هذا الرجل، وده هيقاس عليه مؤشرات كثيرة لاحقا. وشفت هذا الكلام أيضا في المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، حينما كنت متحدثا في الجلسة الأولى، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ووجدت أنه السيد رئيس الجمهورية في هذا الوقت بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود مع الجمهور، بينما المتحدثين الشباب على المنصة. والمشهد الذي لا أنساه حينما وجدت أن الرئيس بيفتح نوتة ويكتب ملاحظات ويعني يدون ما يقوله مجموعة من الشباب للنقاش معاهم والحوار حول هذه القضايا. ده مدخل لنرى فلسفة بناء الجمهورية الجديدة اللي احنا بصددها الآن، حينما نتحدث عن الدعوة للحوار الوطني، أنه الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، هذه الكلمة التي قيلت في إفطار الأسرة المصرية. الحوار الوطني فرصة ذهبية للأغلبية وللمعارضة، فرصة ذهبية لكل التيارات السياسية، وفرصة ذهبية لكل صاحب رأي حتى لو كان غير منتمي إلى تيار سياسي أو حركة سياسية، لأنه الأمر مفتوح من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال البريد الإلكتروني للتواصل مع إدارة الحوار الوطني. في قيمة أيضا هنا، وأنا يمكن مش بقول الكلام ده في وجود حضرتك لكن قلته قبل كده، وبما إنها مناسبة يعني في وجود حضرتك، إنه نقابة الصحفيين، نقيب صحفيين مصر، وهي نقابة الرأي الأعرق في المنطقة، حينما يكون منسق عام الحوار هو نقيب الصحفيين، ده دلالة ورمزية هامة جدا، ليس فقط للقدرات والكفاءة التي يتمتع بها الأستاذ ضياء رشوان كنقيب للصحفيين، ولكن كمان رمزية هذا المنصب وما يمثله من قيمة الحوار والرأي الآخر، ده بيؤكد أن هناك جدية لطرح كافة الآراء والاستماع إليها. ما أراه في المستقبل أنه الآن تحالف 30 يونيو يراد أن يجتمع من جديد، نختلف في الرأي وهذا مطلوب، ولكن نعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه، ونرى أن هناك مساحات مشتركة بكل تأكيد، شريطة ألا يكون هناك شروط مسبقة، ألا يكون هناك أحد يريد أن يفرض رأي على رأي آخر، صحيح. لا يمكن أن تطأها صوابع الإيد مش زي بعضها، أكيد هنختلف، أكيد هنطرح أفكار، لكن نريد أن نصل إلى أكبر مساحة توافق وطني عام للتيار الرئيسي المصري، وهو تيار ثورة 30 يونيو المجيد. عظيم. أستاذ خالد داود، نتوجه إليك، وأنت كنت حاضر إفطار الأسرة المصرية
وايضا صافحك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنت جالس على المائده مع الاستاذ حمدي صباحي وصافحكما معا واخرين، وانت طلبت من الرئيس ما طلبت. مش بتكلم في الواقع، اريد ان اتحدث عن المسافه ما بين احساسك واحساس كثيرين بتصدع تحالف 30 يونيو اللي احنا النهارده في ذكراها، وبين الحوار الوطني كمدخل لإعادة اللحمة. هل أنت النهاردة عندك قدر من، مش عايز أقول الاطمئنان، لكن الأمل على الأقل في أن تبنى هذه الجمهورية الجديدة بهذا التحالف، وأنها تكون جمهورية دولة مدنية ديمقراطية فعلا؟ يعني يا أستاذ ضياء، وربما كان من يعني أهم مظاهر 30 يونيو هو هذه الوحدة التي تحدثت حضرتك عنها بين يعني مختلف المكونات السياسيه للبلد، وهو ده التحالف اللي احنا كنا نفسنا ان احنا نحافظ عليه. ولعل حضرتك تتذكر جيدا ان اول حكومه تشكلت في اعقاب 30 يونيو وفي وقت الرئيس السابق عدلي منصور كانت مشكله من احزاب جبهه الانقاذ الوطني، ولكن ربما كانت هناك تحديات كثيره بعد ذلك على الاقل من وجهه النظر الرسميه، تحدي مواجهه الارهاب، تحديات اقتصاديه، كل هذه الامور لم تسمح بتحقيق احد مطالبنا الاساسيه وهو بناء هذه الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. واعتقد ان في كثيرين من الاحزاب جبهة الانقاذ، وهو ده اللي كان يعني امر مستغرب بعض الشيء، بعد ما كنا متحدين مع بعض في 30 يونيو انتهى الامر بعدد كبير مننا داخل السجون يعني، فبالتالي كان افطار الاسرة المصرية مناسبة يعني تبعث بكل تأكيد على الاطمئنان وعلى الثقة فان احنا في سبيلنا لاستعاده هذه اللحمه المهمه اللي كانت موجوده في 30 يونيو. وان يعني زي ما حضرتك اشرت حتى ان الدعوه جايه من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، واهتمامه ان هو ينزل من المنصه اللي كان بيلقي منها خطابه انه يتوجه للاستاذ حمدين احد اهم رموز المعارضه السياسيه في مصر، وان انا ايضا اتشرف بمصافحته، ده كان بمثابتنا بمثابه احنا بنقول ان هو بمثابه رد اعتبار رد اعتبار للتحالف اللي كان قائم في 30 يونيو، وان احنا على هذا الاساس رحبنا بالمشاركه في الحوار. انا مقدر تماما اللي حضرتك بتقوله بشان اتساع الحوار وان هو مفتوح لكل المواطنين المصريين، وده بكل تاكيد حقهم، بس احنا كمان كنا بنطالب ان في يعني رغبه في حوار بين الحكومه، بين رئاسه الجمهوريه وبين الاحزاب المعارضه على مدى السبع او ثمان سنوات الماضيه، لان احنا راغبين في القيام بعمليه اصلاح سياسي حقيقي تسمح باعاده بناء الديمقراطيه في مصر. احنا في مصر عندنا تاريخ طويل من النضال الشعب المصري من اجل الديمقراطيه، من اجل تداول السلطه، من اجل اقامه انتخابات حره ونزيهه، دي امور انا بشوف ان هي مستمره ربما منذ اكثر من 100 عام. فبالتالي احنا في سبيلنا لاستعاده هذا الامر احد الخطوات الرئيسيه اللي احنا بنطالب بيها من اجل اكتساب الحوار الوطني الثقه هو المزيد من الاسراع في الافراج عن عدد من سجناء الراي الموجودين. احنا كنا منتظرين ان يتم الافراج عن عدد كبير اليوم بمناسبه 30 يونيو، واعتقد ان ده مازال متوقع في خلال الايام القادمه. وهي دي هتبقى من ضمن المؤشرات، يعني مشاركتي مع حضرتك في البرنامج النهارده وقبل كده استضافتك للاستاذ حمدين وعودتنا للظهور في وسائل الاعلام برضو من احد المؤشرات اللي بتدينا الثقه، تشكيل الامانه العامه للحوار اللي حضرتك اشرت ليها، وحضرتك طبعا يعني من داخل المطبخ جدا جدا في هذا الامر، عارف ان على مدى شهر كامل كان في حرص ان كل وجهات النظر تكون ممثله، فبالتالي بالامانه العامه هي اللي هتحدد المواضيع بتاعه الحوار، القضايا بتاعه الحوار. مسائل الاصلاح السياسي بالنسبه لنا يعني ليها اولويه كبيره فيما يتعلق بتعديلات قانون الحبس الاحتياطي، تعديل قوانين الانتخابات، كل هذه امور كل هذا طبعا مطروح الحجبه عن يعني المواقع المحجوبه، ان احنا وحضرتك نقيب الصحفيين عايزين المزيد من الحريات الصحفيه في ممارسه التعبير عن راينا بامان طبعاً. يعني برضو انا في الفتره الحاليه مرشح لرئاسه حزب الدستور، فبالتالي كان لافت بالنسبه لي ان اول سؤال بيوجهه ليا الزملاء في مختلف المحافظات اللي انا زرتها، هل يا استاذ هل يا خالد نشعر بالامان في هذه الفتره؟